في حلقة باسم سام مالك قناة الفكر الحر السبت 5/8/2023 أدلى باسم سام بمفاجأة كبرى، حيث قال إنه اتصل بأسرة سالي نسيم وقال بالحرف إن أهل سالي نسيم قالوا إنهم بيدعموا باسم في دعوته للسماح للأهل بلقاء بناتهم المختفيات، بس إحنا مش هنقدر نطلع معاك بنفس اللفظ كده، قالوا لظروف معينة، وقال إن هو متفهم ظروفهم، ولكن أكد إنهم متضامنين مع الدعوة لأن أهل أي مختفية من حقهم إنهم يشوفوها. وأثار نقطة في غاية الأهمية حيث سألهم: هي مش سالي دعتكم لقضاء يوم في الغردقة وقالوا إن أنتوا رحتوا وقعدتوا معاها؟ فقالوا إن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، ومفيش حد قابلها، بل بالعكس الأسرة بتطالب برؤيتها، فيقال لهم الوقت غير مناسب. وتعجب باسم سام إزاي أب وأم بقالهم 30 سنة بيربوا ولد ولا بنت، وتعبوا عليهم طوال 30 سنة وكبروهم وخلوهم دكاترة ومناصب كويسة، وفي الآخر فجأة يختفي الولد أو البنت ومش قادرين يشوفوه. وأكد حكاية إن الأسرة، أسرة سالي نسيم، راحت الغردقة وقعدت يوم كامل مع سالي نسيم، ده غير حقيقي بالمرة. وانتقل إلى موضوع المعيدة بجامعة العريش مريم سمير فايز حكيم، وقال إن المحامي نجيب جبرائيل قدم مذكرة لوزارة الداخلية وطالب فيها برجوع مريم والتحقيق بخصوص الأوراق اللي ظهرت على السوشيال ميديا. أيضا الأسرة راحوا الأمن الوطني واتصلوا بالأنبا قزمان، وأيضا راحوا الأمن الوطني في العريش وطالبوا بحضور مريم مسلمة أو مسيحية، مش هتفرق، المهم إنهم يطمنوا عليها. وأكد إن مريم سمير تحت ضغط، وقال بنفس اللفظ: الموضوع مش زي ما أنتوا فاكرين إنه بمزاجها، لأن اللي بمزاجها بيكون للموضوع مقدمات، ولكن المختفيات كلهم بنشوف إنهم بيروحوا الكنيسة وبيختفوا بعد ما بيروحوا الكنيسة، فلو كانت راحت بمزاجها أكيد كانت هتتصل بالأسرة كل شوية: يا بابا ما تزعلش، يا ماما ما تبكيش، يا ماما ما تزعليش، أنا هاجيلكو، أنا بس مستنية شوية الموضوع تهدى وتطمنوا عليا. لكن اللي بيحصل إن البنت بتختفي وممنوع أي تواصل بين الأسرة وبالبنت، وكمان مفيش أي مقدمات إن البنت مثلا بطلت تروح الكنيسة أو بتهمل في واجباتها الكنسية، بل بالعكس بتكون ملتزمة لآخر وقت قبل الاختفاء. وعلى فكرة كان في حلقة الجمعة 4/8/2023 قال عم مريم مفاجآت، تعالوا نتعرف على اللي قاله. في حلقة باسم سام مالك قناة الفكر الحر الجمعة 4 أغسطس 2023 استضاف الناشط القبطي مجدي تترس، وأثناء الحلقة فجر باسم سام مفاجأة حيث قال أنه اتصل بعم المعيدة بجامعة العريش اللي هي مريم سمير فايز حكيم، والتي قيل أنها أسلمت مؤخرا، وسأل باسم عمها الأستاذ ماهر عن شهادة الأسلمة المنتشرة على الإنترنت، فالمفاجأة قال له إن هي مزورة. وقال مجدي تدرس ساعتها ان الشهادات الاشهار بتبقى دفاتر كده وبتبقى عند اشخاص، زي مثلا دفاتر الجواز عند المأذون. واثناء الحلقة كانت هناك مفاجأة حيث كان هناك اتصال تليفوني من الاستاذ ماهر اللي هو عم مريم سمير، اتصل بالبرنامج وكلم باسم سام واكد له ان شهادة الاسلام غير حقيقية، وقال إنها تحت التهديد، وقال إنهم في المرج والمنوفية حاولوا عمل محضر تغيب، وتم رفض الطلب بحجة أنه لابد أن يتم عمل محضر التغيب بمكان إقامة البنت الأصلي بالعريش. المهم نجحوا في عمل المحضر بالعريش يوم الخميس 3/8/2023، وأكد إن هم اتصلوا بالدكتور محمد السيد بالأقصر اللي جه ذكره في
الكلام الأول، البوستات الأولانية، وقال إن هو ما يعرفش أي حاجة عن موضوع مريم، ونفى صلته بالموضوع، وقال إن هو ما يعرفش أصلا مين مريم سمير ديت. فباسم سام سأل العم، قال له: هو حد قال لك إن هي أسلمت؟ فقال له: لأ. وبعدين قال إن في واحد اسمه محمد كلم الأب وقال له إن بنتك معايا، والمفاجأة اللي قالها العم إن أبو مريم كلم مريم ساعتها وهي مع محمد ده، وكانت بتعيط وبتقول لأبوها: أنا بحبكم قوي، وما كملتش جملتها ونتش محمد منها التليفون، وقال إن كان في صوت واحدة معاها على التليفون وهو ساعة ما كان أبوها بيكلمها. وأكد العم أنه لا توجد أي مشاكل بين مريم وأهلها، وأوضح إن مريم ليها أخ واحد فقط، وهو مع الأب دايخ طبعا في الموال دهوت. وأوضح العم أن الأم، أم مريم طبعا، في حالة دمار، بنفس اللفظ كده قال، في حالة دمار لما سمعت هذه الأنباء عن بنتها. وأكد العم أن هذا شغل عصابات، وأن أبو مريم عمره ما قصر معاها خالص، واهتم بتعليمها حتى وصلها إن هي تبقى معيدة قد الدنيا. وقال إنهم هيروحوا الأزهر السبت 5/8/2023 للتأكد من صدور شهادة الأسلمة من عدمها. وتعالوا نشوف البوست اللي هو كان أول حاجة عن مريم واتكتب فيه إيه. كشف الناشط القبطي عماد ويليام الخميس 3/8/2023 ما حدث للمعيدة مريم سمير فايز حكيم، وكتب: هنا الحقيقة، سر اختفاء مريم سمير فايز حكيم 25 سنة، المعيدة والباحثة بجامعة العريش، والتي اختفت منذ الأحد الماضي 30/7/2023 أثناء العودة من محطة المرج للسفر إلى بلدتها العريش. تم اتصال مريم بوالدها في هذا اليوم، وأبلغته بأنها في طريق عودتها لبيتها، بعدما كانت بالمنوفية لتحضير رسالة ماجستير بجامعة المنوفية. وبعد الاتصال أغلق الهاتف واختفت. من وقتها وحتى الآن وأثناء ذلك، جاء أولا والدها إلى المنوفية للسؤال عن ابنته، والتي كانت هناك قبل الذهاب لمحطة المرج بالقاهرة، وأبلغوه هناك: لا نعلم عنها شيء. ذهب الوالد لعمل محضر في مديرية أمن المنوفية، رفضوا عمل محضر تغيب بحجة أنه ليس محل إقامتها. ذهب الوالد بعدها للقاهرة لعمل محضر بقسم المرج، على أساس إن بنته اتصلت من هناك في آخر مكالمة. رفضوا أيضا قسم المرج عمل محضر لنفس السبب. فعاد والدها إلى العريش، وتوجه لمطرانية شمال سيناء ليستغيث بغياب ابنته، وتقابل مع الأستاذ حبشي مسؤول العلاقات العامة بالمطرانية. ذهب مع الوالد إلى قسم أول العريش لتحرير محضر تغيب لابنته. هنا جاء اتصال على تليفون الوالد من شخص مجهول، قال له بالحرف: انتوا كتبتوا منشور عشان بنتكم اختفت؟ انا شفت البوست لواحد اسمه عماد ويليام، كان كاتب كده على صفحته. طب لعلمكم بقى بنتكم عندي وهتأسلم خلاص، والموضوع ده بنحضر له من فترة، وهي موجودة دلوقتي معانا في الأقصر، وهتأسلم خلاص وانسوها. هنا جن جنون الأب، ومعه أستاذ كمال حبشي. وعندما ذهبوا لقسم أول العريش قالوا الكلام ده لضابط القسم، وأعطوه رقم تليفون الشخص المجهول والذي اتصل بوالدها. هنا الضابط أخذ تليفون الوالد واتصل منه بهذا الرقم،
وتم الرد عليه، وكرر نفس الكلام للضابط إن مريم معاهم وهتأسلم خلاص. فسأل الضابط عن اسمه وأين يوجد. قال اسمي دكتور محمد السيد وموجود حاليا مع مريم في الأقصر. وتم إنهاء المكالمة على ذلك، فتم تحرير محضر تغيب لمريم برقم 1031 على 2023 إداري قسم أول العريش، وما زال الموقف حتى الآن في يد الأمن لمعرفة حقيقة الأمر. وأين مريم سمير الآن؟ هل في الأقصر فعلا؟ وهل هذا السيناريو صحيح؟ وجاري الآن التحقيق الشامل لمعرفة حقيقة اختفاء مريم، وهل بالفعل متواجدة بالأقصر مع هذا الشخص؟ وهل فعلا هي هتأسلم فعلا؟ طرحت كافة التفاصيل حتى الآن والموضوع برمته مع الأمن ومع محامي الأسرة الأستاذ صفوت ومطرانية شمال سيناء ومع الأستاذ كمال حبشي، وتليفون الأستاذ كمال حبشي حطه برضو اللي هو مسؤول العلاقات العامة بمطرانية شمال سيناء، وحط أيضا عماد ويليام تليفون والدها الأستاذ سمير فايز حكيم لكي يتأكد الجميع من صحة تلك المعلومات زي ما احنا شايفين التليفونات اهي، ولعدم التشكيك فيما كتبت في هذا الخبر. وكتب نفس سيناريو دكتورة سالي بيتكرر، والرب قادر. عماد ويليام أيضا 4/8/2023 كتب تطور غريب، بيقول عاجل وصلتني هذه الشهادة اليوم صباحا، لذلك أتوجه برسالة إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر. ما صحة هذه الشهادة؟ هل هي صحيحة أم مزورة؟ وهل تم بالفعل إسلام مريم سمير فايز حكيم 25 سنة المعيدة والباحثة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش بمشيخة الأزهر الشريف، وحسب شهادة إشهار الإسلام المرفقة بتاريخ 30/7/2023 اللي هو يوم الاختفاء؟ ولماذا الصورة الشخصية تم قصها من فوق؟ وليه الوجه متشال تماما؟ لعبة مكشوفة. والجدير بالذكر أنني كنت قد كتبت تفاصيل وسرد ما حدث مع مريم سمير من وقت الاختفاء وحتى الآن في منشور أمس بصفحتي اللي احنا قريناه من شوية، ونريد هنا رد قاطع لهذا الأمر. وعلى أسرة مريم التوجه فورا لمشيخة الأزهر والسجل المدني ومعهم المحامي الخاص للأسرة لمعرفة صحة هذا الأمر، وسأتواصل مع الأسرة بنفسي للتحرك لمعرفة حقيقة الأمر. من حق أسرتها أن تعلم أين ابنتهم وما حدث معها بالضبط من وقت الاختفاء وحتى الآن. كفاية عبث واستهتار وإذلال للأسر القبطية يا دولة القانون والمواطنة. والسؤال اللي عايز أسأله، ماذا لو حدث العكس ومسلمة تنصرت؟ هل هتبقى الدنيا حلوة وعادي كده؟ الرب قادر. عماد ويليام، ونشر طبعا صورة شهادة إشهار الإسلام. ربنا قادر على كل شيء، ربنا يرحمنا. للأسف الظاهر في ناس بيلعبوا على أهل القبطيات المختفيات ومشاعرهم، ففي حلقة سابقة للدكتورة منى رومان على قناة الكارما قالت إنه تم رجوع مارينا مكرم عزيز والقاصر مريم ناصر، ولكن فوجئنا في حلقتها في ما وراء الأحداث الجمعة 4/8/2023 بأن دكتورة منى رومان تنفي رجوع الاثنين. وإليكم التفاصيل المؤسفة. فبالنسبة للقاصر مريم ناصر، كان والدها تواصل مع الأستاذ نادر شكري في الأقباط متحدون، وقال والدها إنه جات له رسالة بتقول إن بنتك رجعت. وتفاصيل الرسالة دي إن واحد اتصل بيه وقال له إن مريم رجعت وموجودة بالأمن الوطني وهيتم تسليمها للكنيسة، وعلى إثر ذلك بلغ الخبر لنادر شكري. وأكيد طبعا انتشر الخبر بعد كده على السوشيال ميديا كلها إن مريم ناصر رجعت.
المهم بعد كده تم التواصل مع والدتها، والتي أكدت أن مريم ناصر حتى الآن لم تظهر ومختفية. وإليكم الآن قصتها، وبعد كده نشوف حكاية مارينا مكارم عزيز، والتي قيل أيضا أنها رجعت، ولكن للأسف دكتورة منى رومان نفت الخبر. وبعد كده نشوف حكاية المعيدة مريم سمير فايز حكيم وشهادة أسلمتها اللي انتشرت مؤخرا، حيث كان عماد ويليام نشر الخبر رجوعها طبعا قبل ما نعرف ان هي لسه مرجعتش، وكتب: الآن نشكر الله استطاع الأمن المصري العثور على مريم ناصر الفتاة القاصر 17 سنة والتي اختفت منذ أقل من شهرين، وهي الآن بمقر الأمن الوطني العظيم تمهيدا لتسليمها إلى أهلها، مع العلم أنها كانت في تلك الفترة مع شخص يدعى أحمد نبيل، والذي كان السبب في التغرير بها باعتبارها أنثى قاصر 17 سنة. رجاء من الأمن المصري سرعة تسليم الفتاة لأهلها ومهما كانت الأسباب، حيث أن الفتاة قاصر وتحت مسؤولية أهلها. قلت لكم الكل هيرجع والبقية تأتي بمجد الله في رجوع باقي المختفيات. ونشر المحادثات ديت بين أحمد نبيل وواحدة قريبة مريم. بتقول المحادثات: هو كتب لقريبة مريم: روني أنت قريبة مريم؟ فهي ردت: آه ليه؟ قال لها: عارفة إنها مش مخطوفة؟ قالت له: لا معلش، إزاي يعني اللي أنت بتقوله؟ وحضرتك تعرف منين؟ ومين حضرتك؟ ما تعرفيش إن هي اللي ماشية بمزاجها؟ لا، حد واخدها مش ماشية بمزاجها. وبرضه أنت عرفت منين إنها ماشية بمزاجها؟ دي ماشية عادي وبتضحك وبتهزر وسهر على الكافيه، يبقى حد خدها إزاي؟ أنت عارف مكانها؟ شفتها؟ ممكن تكلمني أو تتصل بيا تفهمني من فضلك؟ ألو، هي تعرفك؟ آه، أنا أعتبر عمتها، هي كانت قاعدة عندي. وبعدين في مكالمة صوتية، وبعدين برضو بتترجاه: ممكن تكلمني تفهمني من فضلك؟ فقال لها: هكلمك حاضر. وبعدين مكالمة صوتية ومكالمة صوتية تانية، وبعد كده روني ديت قالت له: هو انت بتكلمني وتقلقني وما تكملش؟ انا عايزة افهم، انت ما تعرفش احنا عاملين ازاي؟ واختها هتموت وتعبانة بسببها، من فضلك لو تعرف اي حاجة قول لي تبرر تعب اهلها، يبقى الف شكر ليك. هو حضرتك بتشوف ومش بترد عليا ليه؟ ولا انت داخل تهرج معايا وتستغل الموقف مثلا؟ فهو رد: اهرج؟ ولا حد فيكو في دماغه الموضوع فعلا. وبعدين تسجيل صوتي، وقال لهم بعد كده: انا شفتها في جراند كافيه المعادي يوم السبت بالليل، لو ممكن تروحوا تفرغوا الكاميرات. فقالت له: طب معاك صور؟ فهو كان كمل كلامه، بس هي قاعدة بتضحك وبتهزر: لا أنا هصورهم إزاي وليه؟ وحضرتك من المعادي؟ فهي ردت على حكايته: وهصورهم إزاي؟ فقالت له: بما إن حضرتك كنت تعرفها وعارف إنها متغيبة عن أهلها، ده اللي كان يخليك تصور. بعد كده مكالمة صوتية، وقالت له: معلش ممكن تكلمني لأني في شغلي ومش عايزة أبقى ماسكة التليفون على طول، كلمني حتى لو مكالمة فيس ممكن لو سمحت، وقول لي شفتها السبت اللي فات ده. ورد قال: آه. فقالت له: الساعة كام وأنت ساكن هناك ولا أنت فين؟ وقالت له: ممكن تديني رقمك أكلمك وأجيلك تروح معايا المكان؟ وهو قال لها: يا مريم تعرفك؟ يعني لو قلت لها تعرفك؟ فقالت له: تعرفني طبعا. قال لها: تمام، بس ليه مش عايزة ترجع؟ فقالت له: أنا معرفش حاجة، أنا عايزة أطمن عليها بس، أنت تعرف حاجة تقدر تطمني بيها؟ فقال لها: طب أول ما هاني ينزل من عندها هطلع أكلمها. أما بالنسبة لمارينا مكارم عزيز فنفس السيناريو، اتصل معدو برنامج ما وراء الأحداث بأسرتها، فقالوا إن شخص ما قال إن هي رجعت وهي بالأمن الوطني وسيتم تسليمها للكنيسة. وبعد ما خلصت الحلقة
اتضح ان الكلام غلط. اما تواصلوا تاني مع اسرة مارينا وقالت اسرتها ان هي ما رجعتش، وعليكم قصتها. المستشار نبيل محمد النقيب شير البوست ده هوت اليوم 2/8/2023، وكتب عليه: بعد اذنكم شيروا البوست ده، البنت دي ملهاش حد يسأل عليها ومش لاقيينها ومحدش عارف هي راحت فين. ربنا ينجيها من ولاد الحرام. والبوست موجود فيه الصور ديت، ومكتوب فيه: يا جماعة أختي متغيبة من امبارح الساعة 12 الظهر، خرجت وما رجعتش، واحنا قلقانين عليها جدا جدا جدا. اللي يلاقيها رجاء يتصل على الأرقام دي ضروري، لأن احنا هنموت عليها. أبوس إيديكم. وكتبوا الأرقام اللي انتوا شايفينها ديت. أنا حاولت أشوف أي أخبار عنها على النت أو أي معلومات عنها، لقيت في إيمان السقا كاتبة: مارينا بنت يتيمة ملهاش حد يدور عليها، أختها دميانة دي أختها في المعمودية، إنما دموعها ووجعها أكتر من إخوات كتير من نفس الأم والأب. مارينا كانت بتشتغل عند أسرة في 6 أكتوبر، خرجت من غير ما تاخد أي حاجة ليها، حتى الموبايل بتاعها. ده الكلام اللي قالته الأسرة اللي بتشتغل عندها. مش بنقول مخطوفة، بس بنقول متغيبة ومحدش عارف مكانها، والخوف يكون حصل لها حاجة لا قدر الله، وعشان ملهاش حد يسأل عليها تتنسى. تم التواصل مع الأستاذ أمير نصيف، وبدوره اهتم وجاري التواصل مع الأسرة اللي كانت عندهم لبداية مرحلة بحث عنها. عايزينك تكون الأسرتها البديلة وتدور معانا عليها. ملحوظة: مارينا ما تعرفش القراية والكتابة، يعني مش حافظة أرقام تواصل لإخواتها في الدار.